شقيق ياسمين عبد العزيز يحدث رده على تداول شائعات وفاتها عبر السوشيال ميديا. وفاة وانفصال ومرض غامض، شائعات تطارد ياسمين عبد العزيز. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل ان نبدا فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو بتحب ياسمين عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ياسمين عبد العزيز. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. شقيق ياسمين عبد العزيز يحدث رده على تداول شائعة وفاتها عبر السوشيال ميديا. تراجع الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز عن نشر رد على ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول وفاة شقيقته خلال رحلة علاجها الحالية في سويسرا. وحذف وائل بوست يرد فيه على هذه الأخبار والذي قال فيه: حسبنا الله ونعم الوكيل، هتعمل ايه انت لو لقيت الخبر ده في اهلك؟ ويحرص وائل عبد العزيز على طمأنة جمهوره على حالته الصحية اولا باول. بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة سافرت بعدها إلى الخارج لاستكمال العلاج. ويحث شقيق ياسمين عبد العزيز الجمهور على الدعاء لها مع مشاركة صور من ذكرياتها. ونشر وائل عبد العزيز صورة من دولاب ذكرياتها من مرحلة الطفولة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك متمنيا عودتها سريعا إلى حياتها الطبيعية. وما زالت الفنانة ياسمين عبد العزيز تتلقى علاجها خارج مصر، ولكن يبدو أن حالتها قد تكون تحسنت حيث نشر شقيقها وائل عبد العزيز صورة لها وعلق عليها: هانت يا روحي. من ناحية أخرى، كان أحمد العوضي كتب بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك يتوعد من خلاله المتسبب في تدهور الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز ودخولها في مضاعفات أدت إلى مكوثها لعدة أيام داخل الرعاية المركزة. وقال العوضي: ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف تحدث عنه لاحقا عقب تعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث. لا تظن صمت نسيان بل لكل حدث حديث. وغادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي. وفي يوم 11 من يوليو الماضي دخلت ياسمين عبد العزيز المستشفى لإجراء عملية تكيس المبايض، خصوصا أنها كانت تعاني من وجود أكياس دهنية على المبيضين، لكن تسببت في مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض ونقص الأكسجين في الدم. وفاة وانفصال ومرض غامض، الشائعات تطارد ياسمين عبد العزيز. رحلة علاج صعبة دخلتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومنذ ذلك الحين وهي تواجه الكثير من الشائعات التي تجاوزت حالتها الصحية لتصل لحياتها الخاصة معلنة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وأخيرا وفاتها، وهي التي قام شقيقها وائل عبد العزيز بالرد عليها خلال الساعات الماضية. وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال رحلة علاجها الحالية في سويسرا، ليرد وائل: حسبنا الله ونعم الوكيل، هتعمل ايه انت لو لقيت الخبر ده في اهلك؟ ونشر وائل عبد العزيز صورة لها في مرحلة الطفولة على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك متمنيا عودتها سريعا الى حياتها الطبيعية. كما يحرص وائل عبد العزيز على طمأنة جمهوره على حالتها الصحية اولا باول. بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة سافرت بعدها ياسمين عبد العزيز الى الخارج لاستكمال العلاج. وعلى الجانب الآخر، توجه منذ 3 أيام الفنان أحمد العوضي إلى مدينة جنيف بسويسرا للإطمئنان على زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي ما زالت تعاني من بعض المشاكل الصحية نتيجة خطأ طبي بأحد مستشفيات القاهرة، وهو ما يرد بشدة على ما تردد خلال الفترة الماضية عن أنباء انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز، وخاصة بعد سفر الفنان إلى سويسرا للإطمئنان على حالته الصحية. وهو ما نفاه العوضي أكثر من مرة عبر صفحته الشخصية قائلا: كفاية هبدة. وفي رده على أحد المتابعين قال: الألك ضحك عليك وياسمين لسه مراته، ما فيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته، واللي أنت بتقوله مش صح، ما تحطش السم في العسل، وعشان ما ظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك، لو أنت اللي بتخمم فأنا بقولك غلط. كما توعد الفنان أحمد العوضي كل المتسبب في تدهور الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز ودخولها في مضاعفات أدت لمكوثها لعدة أيام من داخل الرعاية المركزة في أحد المستشفيات، وذلك من خلال بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وكتب: ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف تحدث عنه لاحقا عقب تعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله،
والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمت نسيان بل لكل حدث حديث. وغادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي. وفي يوم 11 من يوليو الماضي دخلت ياسمين عبد العزيز المستشفى لإجراء عملية تكيس المبيض، خصوصا أنها كانت تعاني من وجود أكاسة دهنية على المبيضين، لكن تسببت في مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض ونقص الأكسجين في الدم. خبر وفاة ياسمين عبد العزيز يثير الجدل. أثار خبر وفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تتواجد في سويسرا لاستكمال رحلة علاجها حاليا الكثير من الجدل والقلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفاة ياسمين عبد العزيز انتشرت من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أخبار انهيار زوجها أحمد العوضي بعد معرفته بذلك. والشقيق ياسمين عبد العزيز خرج عن صمته عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وأوضح حقيقة الأمر نافيا الموضوع وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى عمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك. ومنذ سفر الفنانة ياسمين عبد العزيز والغموض يلف حالة النجمة المصرية الصحية بعد تعرضها لخطأ طبي في مصر ودخولها في مرحلة صعبة جدا حتى استقرت حالتها. حالة ياسمين عبد العزيز الصحية التي يلفها الغموض أثرت خوف المتابعين، خاصة في ظل ابتعاد زوجها أحمد العوضي وشقيقها وائل عبد العزيز عن وسائل التواصل الاجتماعي. وكان قد كشف الممثل المصري أحمد العوضي عن سبب حدوث انفصال بينه وبين الممثلة ياسمين عبد العزيز في فترة مرضها، خاصة بعد سفرها إلى سويسرا. يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعرضت لأزمة صحية قوية مؤخرا بسبب خطأ طبي بعد عملية جراحية في الرحم، استأصل طبيبها عن طريق الخطأ جزء من الأمعاء ما أدى إلى نقلها للعناية المركزة، واستدعى الأمر للسفر للخارج لاستكمال علاجها، وما زال الغموض يلامس حالتها الصحية. ولنا أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.